أنا نواف العبلان وحرفتي الجرافيتي. أنا محمد المعلم وحرفتي الجرافيتي. ستة وعشرين سنة. أنا بداياتي كانت في المراحل الابتدائية، مع أكبر الداعمين لي كانت الوالدة الله يحفظها. أنا أصلاً قبل لا أعرف شيء اسمه فن جرافيتي كنت أحب أرسم. في المرحلة المتوسطة كانت النقلة المنوعية، كنت يعني أرسم على الطاولات وأرسم طاولات زملائي وزي كذا. في الابتدائي كنت أزين الدفاتر لما كنت أحل واجبات وذا، كنت أزينها بحط براويز. مع الوقت بدأ ذا الشيء يعزز فيني الحماس للرسم، فتطورت في الموضوع هذا، صرت أبدأ أكتب أسامي الناس، أسامي أصحاب اللي حولي. الفن الجرافيتي هو فن على جدران، يعني كل رسوماتك تكون على الجدار أو على خشب أو على زجاج، أي عنصر بس يكون المعروف متعارف عليه إنه يكون على الجدران. يستخدم فيه طبعاً البخاخات وفيه برضو البوية. فن الجرافيتي واسع مرة، يعني مو مقيد بشيء معين. يعني أنت كفنان بورتريه يقدر يرسم على الجدار، بس يكون عنده جرأة شوي من يسمونه اللي هو رهاب المساحات الكبيرة أو شيء زي كذا، إنه كيف أنتقل من ورقة صغيرة لجدار كبير. في 2011 كنا في المرحلة الثانوية، وقتها كان تطبيق الإنستغرام توه فاتح، كنا حقيقة ندور أي واحد يرسم في الرياض. صادفت صفحة محمد وقدرت يعني أتواصل معه، والحمد لله من هنا قدرت أتعرف عليه. أول ما كلمني قال أنا فنان من وين أنت؟ فقال لي إنه من الرياض، فانبسطت مرة إنه كان في الرياض، طلع قريب من عندي بعد، فكان شيء مرة حلو إنه أقدر يعني نتقابل نطلع سوا نجرب نرسم على الجدران. بالذات ان الواحد كان يرسم على جدران السطح في بيته ما حد يدري عن الثاني. بداية في الجرافيتي جاء كلمني واحد انه عندهم زي المضمار او الميدان لعبة ليزر تاك، فيبغون الرسمات داخل تكون بالبلاك لايت، تكون جرافيتي يعني رسمات شوارع اندر جراوند زي كذا. على طول رحت كلمت نواف، وقتها حتى وفروا لنا بخاخات، اول مرة نستعمل بخاخات احترافية خلينا نقول. المساحات كانت مرة كبيرة لدرجة انه كان في ممرات ومتاهة للمكان كامل، وما توقعنا اصلا ان العمل هذا راح يكون لنا يعني. فاستخدمنا فيها الالوان المضيئة، فكان الافكتات برضه جديدة علينا، طريقة استعمال البخاخ كلها تعلمناه في الموقع هذاك. تيان جراف بدأت مع فعالية اسمها سنيك مي، فالحمد لله جاتنا فرصة ان نفتح بوث هناك، وعملنا كم عمل شو فني، فقررنا ان نبدأها بالبراند حقنا، بالاسم حقنا وباللوجو حقنا. اسم تيان جراف قبل لا يصير براند كنا مسوينه على اساس انه يجمع في الأعمال، يعني بدل ما نحط التاجز يكون في العمل يعني في تاجين للفنانين اثنين موجودين، يعني يصير تاج واحد تي ان جراف خلاص اللي هم احنا انا ونواف. الحمد لله طلعت منها التيشيرتات ومنها الملابس والموضة، وهي فكرة أصلاً البراند إنه نقدم الجرافيتي على الموضة بشكل يعني لائق ومناسب للجميع. كان الجرافيتي معروف فيه البخاخات، فأنا نستخدم البخاخات والبوية، وبرضه نستخدم الفرشات ومرات الماركرز، بس هو البخاخ هو المتعارف عليه لأن ألوانه كثيرة، وبرضه لونه يعني يعتبر من الألوان النارية، فما تروح يعني من موية من شمس من هذا، فهي تتحمل أكثر وبرضه تستمر أكثر في الجدارية. يعني طول ما إحنا اشتغلنا وبدينا البخاخ هذا رقم واحد عندنا، دائما الأدوات الثانية تكون إضافة للبخاخ أو مكملة للبخاخ، لأنه نستمتع أكثر في البخاخ، يعطينا تأثيرات أكثر، يعطينا الكنترول فيه ممتع أصلا لما أرسم فيه، يحتاج منك سرعة ثبات توازن، فيعطي إفكت مرة حلو للرسمة. وأنا أشتغل أحب أحاول نفسي يكون في مكان هادي، وغالبا يكون في كافي أو في يعني مجمعات هادي، ويطلع عشان أقدر أطلع منها الأفكار وأقدر أطلع اللي داخل يعني في اللوحة والرسمة. ومرات أحب التجمعات الفنانين لأنه أقدر أخذ منهم معلومات، يعني على طول أقتبس من الفنان ده هو قدامي وإحنا نرسم معه. بالعادة إذا جيت أشتغل طبعا كأي فنان ثاني إنه نحب المكان يكون هادي، بس في تركات كذا بسيطة لازم أسويها، زي مثلا عندي في المكتب عندي سيتاب بسيط، أحب أطفي الإضاءة، أخلي إضاءة السيتاب هي اللي شغالة، بس شغل شوية ميوزك جاز. جو هذا أكثر جو أحبه إنه عشان أطلع منه سكتشات أو أبدأ أبني أفكاري أو أرسم. هو الشغل حقيقة يعني أنا متمكن في أشياء، هو ما شاء الله عليه متمكن في أشياء، يعني أنا شغلي أكثر كاركتر، فهو شغله واقعي ويحب يدرج،
فغالبا يعني ناخذ الرسمه كامله او السكتش كامل، نوضح ان هذا مثلا خاص الرسمه مثلا بورتريه، خاص ما شاء الله تاز يمسك البورتريه كامل، انا مثلا امسك الباك جراوند. اذا كانت لا والله الشخص يعني الرسمه وكلها كاركتر، فغالبا انا امسك الكاركتر وهو يمسك مثلا الباك جراوند، او يمسك معي التلوين في التدريج. نسوي ميكس عاد وقتها، يعني لما يجي نواف مثلا يرسم كاركتر يصير في بعض الاماكن لما يجي عليها مثلا لمسه تدريج بسيطه هنا تصير نقاشات حاده، او قاعد نواف لو ندرج هنا ترى بيطلع احلى، لا نخليه كرتوني شوي، يعني تركات بسيطة بس بالنهاية نطلع بناتج يكون مرة حلو. والله الحقيقة إيه يصير واجد يصير اختلافات، يعني مرات نتشاجر، مرات يعني نختلف في الآراء، لكن يعني في النهاية ناخذ الرأي اللي يرضي الجميع. غالبا نختلف يعني في لون، نختلف مثلا في طريقة رسم مثلا رجل أو مثلا وجه أو عين، فنختلف أشياء كذا، أشياء تفاصيلية صغيرة في الرسمة، فأي وقتها نتشاجر شوي. وهذا يطقني هو يا رجل. بس في النهاية الواحد إني لما أرجع أنا أناظر في اللوحة، أناظر في نواف، أرجع مع كلام نواف أتخيل كلامه، إنه أوكي يعني لو مشيت على كلام نواف برضه كويسة، خاص نواف مشينا يلا اللي قلت أنصح ما عليك. بالنهاية ما حد راح يشوفه إلا إحنا أصلاً يعني. والحمد لله ما في صعوبات كبيرة، لكن في تجارب جديدة تصير علينا، زي يعني تسلق في السقالة، ولا مثلا الرافعة إذا رقتك مثلا فوق 18 متر، هنا في شوية رعب، لكن في موضوع الألوان استخدام الأدوات الحمد لله كل شيء متمكنين فيه ومستمرين عليها الحمد لله. من أول ما كان حقيقة تفاعل الناس مرضي لنا، كنا يعني نرسم في الأماكن المهجورة، نرسم في السطوح عند بيتنا، فما كان حقيقة نقدر نفرغ الفن اللي بداخلنا قدام الناس. حاليا بعد ما بدت المعارض والإفنتات صار الناس متقبلة بشكل كبير، بالذات انهم قاعدين يشوفوننا قاعدين نجمل ومو قاعدين نشخبط مثلا على الجدران، الكتابات اللي تلقاها دائما في الشارع. تطور من ناحية المشهد الثقافي نفعنا مرة حنا كفنانين جرافيتي، بدل ما كنا نروح نطلع أماكن مهجورة، أماكن صادة، أرسم في السطح عندي في البيت بس ما حد يشوف لوحاتي، ما حد يشوف أعمالي، صار في أماكن تقول تعال أرسم. الأعمال الفنية اللي نسويها بشكل عام تعتبر زي الأطفال لنا، فحنا في الجرافيتي ما أقدر أحافظ على الجدار طبعاً، الجدار مو يعني يكون جدار خارجي أو جدار في مكان ثاني، فيكفيني إني أخذ صورة وأحتفظ فيها لي. أحسن عمل مشترك بيني وبين نواف كان في واجهة روشن، كان في جدارية ارتفاع 12 متر في عرض 8 متر تقريبا. العمل تكلم يعني حبينا أنه نحط شيء يمثل الطبيعة فيها، رسمنا الببغاء لأن ألوانه كثيرة، ألوانه باردة وخفيفة على العين. أحسن عمل فني مشترك بيني أنا ومحمد كان في واجهة روشن، العمل عبارة عن فنان جرافيتي فضائي يحاول ينشر الفن وطموحه عالي. طبعا عنوان اللوحة هي طموحنا عنان السماء، وهي مقتبسة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا كانت اللوحة كلها عبارة عن فنان جرافيتي لابس زي الفضاء وعنده شعار السعودية، فيحاول ينشر الفن والإبداع وطموحه عالي. وفن الجرافيتي من جيته في الستينات من نيويورك، بدأوا العرب يعرفونه وبدأ ينتشر هنا عندنا. حنا كفنانين صرنا نوظف عناصر عربية، فكنا نرسم العائل الشماغ، نضيف عناصر مثلا السيف، الصقر. نحاول نقلب الكلمات الإنجليزية إلى كلمات عربية، فنحاول نوظفها بطريقة جرافيتي، يعني بنفس الجو الجرافيتي بس إنه كلام عربي. هو الحقيقة الحمد لله وصلنا سوينا أشياء كثيرة، سوينا في يعني جدران كبيرة، جدران صغيرة، فحاب حقيقة يكون عندنا عمل فني في عمارة. ودي أرسم في حي كامل، أبي الحي كامل يصير معبى ألوان ورسم وكله من إبداعنا، ويصير كذا كله ديزاين كامل أنا أسويه.